الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقلنا أقوم يعني أكثر استقامة وسلامة، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض أعد له كل متطلبات حياته الضرورية، وإن أراد أن يترف نفسه فقد ضمن له في الكون كنوزا، إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها. وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والاستعمار أن تجعلها عامرة، يبقى ده عايز مجهود، المجهود ده عايز مواهب متعددة، وعايز تكاتف مواهب، مش واحد يبني والتاني يهدم. فلا بد من أن ينظم حركة الحياة تنظيما يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند وتتعاضد ولا تتعارض. دي يعملها ازاي؟ لازم ينزل منهج ايه؟ انزل الكتاب بالحق والايه؟ والميزان. يعني ده فقلنا اقوم من ناحية العقيدة، وقلناها، وقلنا اقوم ايضا من ناحية صفات الحق سبحانه وتعالى، وقلنا اقوم من ناحية الامور اللي احنا نستنبطها بالايه في الكون. فطلب منا اننا نعمل عقولنا ونتدبر ونشوف الظواهر ونستنتج منها ونعمل كل حاجة عشان ايه؟ نستفيد. لكن ألا نتطلع، نبقى طلع يعني نطلع على كل حاجة، ألا تطلع إلى أن نكون نتجسس على بعض. إذا أقوى أباح لنا أننا نقعد ندعبس في الكون ونشوف أسرار الغيب اللي فيه، لكن غيب الناس نخليه متغلب. ليه؟ لأن دي رحمة بك أنت، لأن الله يريد أن يثري حركة الناس. فهب أن إنسانا له سيئة، وهذه السيئة موجودة في خصاله مش غادر يسيبها، إنما في حسنات كتير. فلو أنك اطلعت على سيئته ربما زهدت في حسناته. يوم يقول لا، خلي السيئة مسطورة عشان تقدر تستفيد من مين؟ من حسن. يبقى بيسريك ولا ما بيسريك شيء؟ وانت زي ما عملنا وياك كده عملنا مع غيرك، قلنا لهم برضو ما تروحوش تتبعوا ايه؟ تتبعوا غيب الإذن. ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أكثر من حفظ الغيب عنده هو، لأنه رب. إنما إحنا مش في نشرب عبودية، إحنا عبودية ونقعد كل واحد يعرف عيب على التاني يقعد يفضحه ولا ما يفضحوش. إنما الحق سبحانه وتعالى يقول كن طلعة في استنباط أسرار الكون، إنما لا تكن طلعة في تتبع معايب غيرك، لأنك إن تتبعت المعايب أذهبت على نفسك مصادر تقدر تنفعك بحسنات إيه؟ كثيرة. افرض واحد صنايعي كويس أوي 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 كده، بس عمال مثلا بيشرب خمر سرا مثلا، مالكش دعوة أنت عشان تستفيد منه، ما تقولش ده إن عرفتها تقول ده ابن كلب والله ما أنا رايح له، لا سترها عنك عشان إيه؟ تستفيد من مين؟ تستفيد من إيه؟ من حسناته. الحق سبحانه وتعالى يريد حركة في الكون، حركة متبادلة. الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود تنافس، بس التنافس ما يؤديش إلى شراسة الاحتكاك. ولذلك يقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنما ما نعوش نتنافس بقى عشان نعملها شكلة كل يوم. تنافس تقول ده وده فلان ده نجح إزاي؟ قال لك ده بيذاكر وبيحب مش عارف ايه وبياخد باله من الدروس ومش عارف، تبقى المنافسه ان انا برضه اذاكر واخد بالي من الدروس واجي مش عارف ايه، مش اخليه بيذاكر واروح اقطع له الكتاب بتاعه ولا امشي اهزقه واقول له مش عارف ايه. يبقى اذا بيعمل ايه في ذلك؟ فليتنافس الايه؟ المتنافس. يبقى الحق سبحانه وتعالى بده يعمل حركه. ولذلك الناس تزعل لما يكون فيه اعداء له، يزعل يقول له لا ده عدوك ده، انت واستغللت حكمه الله في ايجاده لن تفعت به انتفاعا لا ينفعك به الصديق. ليه؟ أم قال لك لأن الصديق يمكن يغشك وينفقك، إنما عدوك قاعد عامل لك إيه؟ بالمرصاد، إن عملت أي حاجة كده يروح فضحك تقوم تخاف لا يفضحك ما تعملهاش، تخاف لا يسبقك إلى خير تقوم أنت تعمل إيه؟
تتجدل، ولد عدو في الفصل مش عارف يقول لك يمكن يطلع عليها الاول ابن الاهدي، لا انا اروح اذاكر عشان ما الله، يبقى اذا الاعداء. ولذلك الشاعر لما يقول عدايه لهم فضل علي ومنه فلا ابعد الرحمن عني الاعاديه. الله، واحد بيدعي ان ربنا ما يبعدش عنه الاعداء، قال لك ايوه، لانني فاهم الحكمه فيه، هم بحثوا عن زلتي فاكتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن لازم تعرف لكل حاجة إيه. طيب، لكن هل تؤدي بقى إلى الشراسة؟ لا، تنافس إنما ما يؤديش إلى الإيه؟ إلى شراسة الإيه؟ إلى شراسة، يبقى أقوى ولا مش إيه أقوى؟ قلنا المجتمع عايز توازن، اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمة، نجرم الشيء، والجريمة دي عقوبتها كذا، والعقوبة نمكن اللي اعتدي عليه إنه يردها زي ما، إنما نحبب في العفو يبقى اقوى. ما لا، ما عملش المساله سايبه اللي يعمل اللي يعمله، لانك انت ان كنت قوي تعمل اللي تعمله. طب والضعيف يعمل ايه بقى؟ ما انت فيه يوم من الايام، لان القوه ليست ذاتيه فيك، انت قوي النهارده ممكن تبقى ضعيف بكره. انا احمي الضعيف من قوتك الان لاحمي ضعفك غدا من قوه غيرك. تبقى اذا دي اقوى ولا مش اقوى؟ يجي يقول لك مثلا الناس عايزه اللي في حياه بده يرتقي ويسري حياته ويصعدها ويبقى كبير، بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه؟ شقه. ويمكن لما يبقى له شقه يقول انا عايز بقى بيت من بابه. طب وعايز بيت من بابه؟ ندي خد بيت من بابه. يقول لك بس يبقى له حته جنينه كده ولا حاجه كده نجري فيها العيال. طيب خد الجنينه، والله انا عايز برضه فرح العماره كده عشان ناجرها ونصرف على اللي. اذا ففيه طموحات بتسري الحياه. الطموحات اللي بتسري الحياه دي تخليك تعمل ايه؟ تخليك ما تبددش كل طاقتك. الطاقه اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع، تقوم تقول ما انا بدي يبقى لي وبدي يبقى لي، قوم نعمل ايه؟ نصرف ثلاثه ونخلي لنا. تقوم يجي يوم ما كانش عندك ثلاجه تجيب لك ثلاجه، تجيب لك راديو، تجيب لك تلفزيون، تكبر شويه تجيب لك عربيه، تعمل مش عارف يعمل لك شقه. طب ان صرفت كل دخلك يجي يوم ما يبقاش عندك حاجه. طب وان احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكايه، ومش بس كده، طب انت قدرت على نفسك. طب والمجتمع الثاني، ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك، السلع هتركض، وما دام السلع هتركض تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش؟ المصانع وقفت يبقى البطاله تيجي ولا لا؟ اذا احنا عايزين حاجه تبقى قوام. لا، دخلك ما تصرفوش كله ولا تكنسش كله. ليه؟ لانك ان كنست كله عملت بطاله وعطاله والسلع تركض والسوق ينام. طب وانصرفت كله ما يجيش يوم من الايام ترقي حياتك ولا حياه عيالك ولا. ولذلك والذين اذا انفقوا، هذه احدث نظريه في الاقتصاد، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأن ما دام مغلولة إلى عنقك الدنيا البطالة تيجي. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما تشوف واحد غيرك كده بقى له شقة ولا جاب مش عارف عربية ولا جاب أي حاجة تنحصر. ليه؟ لأنه هو ديك غدر على نفسه ولا كل دخله ما إيه؟ ما بدل. يبقى دي أقوى ولا لا؟ يبقى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الإيه؟ فتقعد ملوما إيه؟ أهي دي أقوى. يبقى إذن كل نظريات في الحياة، كل واشرب ولكن لا تسرف. ليه؟ أم قال لك شوف خد بالك، إن أنت إن كلت وشربت على قدر طاقة الوقود عمرك ما تشتكي حاجة منها. إنما اللي بيخليك تشتكي إيه؟ الأكل بتعمله لذيذ متبل بقى وألوان متعددة، وتحشر دي وتحشر دي، وبعدين تيجي تروح بعد ما كلت كده تروح واكل كده، هتلاقي واد سيفن أب، هتلاقي واد فوار، وتقعد تلخم نفسك ومعدتك كده بالكلام اللي وبتاكل من غير ما تجوع. لا، استنى لما تجوع وانت اي اكل يحلى ليك. ساعة ما تاكل اي لقمة كده وان شاء الله تكون حاف هتبقى حلوة ليك ومش عارف ايه، يبقى كلوا واشربوا ولا ايه؟ ولا تسرفوا. نظام كده. واللي يقعد يسرف وياكل كل حاجة ومش عارف ايه، يوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجة، نقول له لا دي ما تاكلهاش.
ليه؟ اصلك انت خدتها في الاول. ولذلك كان زمان مثلا الناس الاعيان لما يعملوا الدقيق كانوا زمان بيطحنوا بقى ويجيبوا الدقيق اسمه العلامه يعني الدقيق الايه النقي الاول ويعمل منه العيش الابيض الحلو ده والقابب ومش عارف ايه وبعدين الرده والبتاع يعملوا سن يبقى اكلوا الخدم والاتباع والبتاع يقول له انت عملت كده لما يكبر يقول له اوعى تقرب للدقيق الابيض كل السن يا عبد الايه السن اللي انت سبته زمان عمال اسرفت في اكل اللحمه يجي لك اللي مش عارف اللي ويبقى اللي خادم عندك قاعد متمتع بخيرك وقاعد بياكل الطبيخ الكويس وانت عمال تاخد لقمه بجبنه وقاعد مش عارف امال ايه يا لعبه ده كون متنظم فيقول لك وكان قوام ما دام يبقى قوام يبقى معتدل في كل ايه في كل شيء يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه هي اقوم وما دام يهدي للتي هي اقوم تبقى الحياه تستقيم والحياه تبقى ايه سليم وبس كده استقامة حياة بس وبعدين ليه الجزاء بعدين بقى في الآخر يا سلام بقى نرتاح في الدنيا ويبقى لنا في الآخر قال لك راحت الدنيا دي لأنك انت مشيت ايه مش ماشي بنظام عدل ترتاح في الدنيا ولذلك هناك ايه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فيه آية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هدايا فلا يضل وإيه ديك اتبع ودي تبع ودي لا يضل ولا يشقى وديك فلا نحيينه حياة إيه ولا نجزينهم أجرهم بأحسن الله بقى نديله حياة كويسة وبرضه نديله إيه في الآخر نديله حياة إيه طيب إذن المنهج الإلهي هو أقوم الإيه أقوم ليه أقوم المناهج أم قال لك لأن احنا نعرف في صناعات البشر كما قلنا سابقا إن كل صانع صنعة عارف أسراره وعارف الوقود اللي تشتغل به وعارف تؤدي لسلامة إمتى والمسمار ده الإيه والمفتاح ده يعمل به إيه اللي صنعها كده فالذي خلق الإنسان هو أعلم بقانون صيانته يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي هات بقى واحد يستعمل الآلة على غير الكتالوج بتاع الصانع الآلة تؤدي مهمتها ولا تزرج منه وتتفسد كذلك الإنسان اللي خلقه ربنا فآفة الناس في الدنيا أنهم يصنعهم الله ويخلقهم ثم يحاولون أن يأخذوا قانون صيانتهم من مثلهم نقول له ما تنفعش قانون الصيانة يبقى ممن إيه مما ألا يعلم من خلق هو اللي خالق هو اللي يعمل ولذلك يقول لك كل دي ولا كل شيء طب البشر بيعملوا كده يقول لك ايه العربيات النقل نمشيها بايه بالسولار مثلا والتانيه نمشيها بالايه الجاز الابيض شويه والتانيه نمشيها بالبنزين اللي من نمره مش عارف ايه والطيارات نمشيها بايه ايه عملني غير كده نحيل ولا ما نحيل تبقى انت عايز اللي خلقني لما اقول لي كل كذا ولا تاكلش كذا طب ده انت بتعملها كده في الاتك بتدي لكل واحده ما ايه ما يصلح بيقول لك ما تعملش دي ما تجهدش دي مش عارف ايه كل حاجه إذن الحق حين يشرع لنا لأنه هو الذي خلقنا تستقيم الإيه تستقيم الإيه حال ومن هناك ولك إيه فإن له معيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا ريت بس معيشة ضنكا وتنتهي ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنت مش نسيتنا وخلاص انتهت المسألة إن هذا القرآن هذا القرآن طيب الآية لما نزلت ما خدش كل الأحكام جات يبقى كل آية في القرآن قرآن كل آية في القرآن قرآن ولذلك قل فإذا قرأناه فاتبع القرآن مش القرآن للمجموع ده كله كل آية تنزل أهو القرآن لحد كده وبعدين بقى إيه لما تكتمل بقى كل المسائل اللي تدي قوام الحياة وسلامتها واستقامتها يقول الآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن استشرف مستشرف أن يستزيد قل له لا يا أخوي ربنا ما عملش حاجة ناقصة عشان أنت دي تكملها لنا بل دعبس في كتاب الله عشان تلاقي الإيه الخير اللي أنت بت إيه اللي أنت بتطلبه إن هذا القرآن يهدي للتي إيه هي إيه هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات حاجة تانية بقى أن لهم أجرا كبيرا
أجر كبير ولا أجر أكبر؟ كان المقصود يقول أجر أكبر، يقول لك لا، ده ساعة ما يجي أفعل التفضيل ما يديش بلاغة زي اللي من غير أفعل التفضيل. ليه؟ لأن لما أقول أكبر يبقى فيه كبير، إنما لما أقول كبير يبقى غير صغير، يبقى مين اللي أحسن بقى؟ يبقى كبير، لأن المقابل يبقى أصغر. ولذلك احنا قلنا زمان من أسماء الله الكبير، مش كده؟ ولكن ليس من أسماء الله الأكبر، هو وصف له كده. ولذلك جعل شعار الصلاة الله أكبر. طب ده من الأسماء اللي أعلن عليها الإيه الكبير، وجاب هنا أكبر ليه؟ أم قال لك لأن الكبير يبقى كل ما عداه صغير، إنما أكبر يبقى برضو لما تكون في أمور حياتك الدنيوية وبتشتغل تبقى عملك إيه؟ أنت في عمل كبير، لأن هذا العمل هو الذي يعينك على الثاني. أنت مش عايز تعبد ربنا؟ طب عايز قوت، وقوت عايز تفلح الأرض، واللي يفلح الأرض عايز محراث، والمحراث عايز مصنع يعمل الحديد، ومش عارف إيه، وعايز إيه وعايز إيه. إذا حركة الحياة اللي هتعينك على الإيه عبادة؟ عايز تعبد ربنا، عايز نجيب حتة قماش نستر العورة، طب والقماش اللي يستر العورة دي يجي إزاي؟ أم قال لك الله تروح لبتاع القماش تشتري منه، طب وبتاع القماش جايبه منين؟ من النساك، والنساك جايبه من الغزال، والغزال جايبه منين؟ من اللي حلق القطن، واللي حلق القطن جايبه منين؟ من اللي زرعه، واللي زرعه زرعه ازاي؟ جاب آلاته، الله الله الله، تبقى سلسلة أعمال توصلك إلى إيه؟ إلى أنك أنت حتى تقيم مسائل إيه؟ فحين ولذلك التفت إلى قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بس نظر البيع؟ طب والصنعة؟ طب والتدريس؟ طب ومثلا الطب؟ طب المش ده اذا كان نظر البيع، ده البيع ده هي الصفقة سريعة الربح، لكن لما تزرع زرع يمكن تقعد شهرين ولا ثلاثة ولا ست اشهر. فاذا كان الله قد اخذك من امر سريع الايه؟ سريع الجدوى، يبقى لان يأخذك من امر بطيء الجدوى يبقى أول. طب ليش معنى بيع ولا قالش الشري؟ ودعوا الشراء. قال لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، لان البائع يحب يبيع دايما، انما اللي بيشتري قد يشتري وهو كاره، يقول الحمد لله اللي ويسر، والله رحت لقيت المحل قافل ما لقيتش، الله. لكن اللي بيبيع شوف بقى، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا مين؟ يبقى اخرجنا الى لقائه في بيته من عمل ولا من بطاله؟ من عمله يوم الجمعة، ويوم الجمعة كمان. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة كبيرة، ولكن نداء ربك أكبر من حركة الحياة. ليه؟ لأن نداء ربنا ده هو اللي هيديك الطاقة بقى والشحنة عشان تروح تشتغل بإخلاص وبهمة ومش عارف وتعمل إيه. الله، يبقى أكبر ولا مش أكبر؟ يبقى في شعار الصلاة الله أكبر، وفي أسمائه الكبير. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف الأول، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أن لمن يعمل الصالحات يبقي الصالح على صلاحه يزيد صلاحه، خلاص كده، أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. طب دي تخلف ايه؟ ده هو جاب فعل واحد، يبشروا المؤمنين، وبعدين عطف عليهم ايه؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، يبقى داخلين في البشارة ولا ايه؟ قال لك ايه وداخلين في البشارة. طب هيبشر المؤمنين لان البشارة اخبار بخير يأتي مستقبلا. طب والذين كفروا هتبشرهم بايه؟ ام قال لك انت ما خدتش حتة التهكم بقى. يقول لك ما قالش القرآن فبشرهم بعذاب أليم؟ بشرهم بعذاب أليم، ده عذاب، والبشارة دي لازم يكون بخير. قال له ده التهكم بقى، والولد لعب كده طول السنة، وبعدين جه الامتحان وابوه راح عند الكنترول كده وعرف النتيجة بتاع الولد اللي بيلعب ده انه سقط، يقوم ينده للست اللي كانت بتعينه على اللعب واللعب، يقول لها ايه اسمعي بشر الواد انه سقط، مبروك عليك يا اخويا سقط. قال له ومبروك دي ده تهكم، اسمه ايه؟ تهكم. ولذلك هيقول هناك ذوق انك انت العزيز، مش انت كنت عامل عزيز؟ ذوق يا اخوي. نعم. او ان البشاره
بالجنة والأجر الكبير للعمل الصالح والعذاب للمقابل، دي بشارة للمؤمن برضه. ايه دي بشارة لمين؟ بشارة للمؤمن. ولذلك هناك في يقول لك اعتبر كل شيء يجيب لك المقابل، اوعى تعتبر ان هو ده لا. ازاي بقى؟ قال لك مثلا في سورة الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصال كايه فخار، وخلق الجنة من مارج من نار، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تؤمنان نعم النقلاء، مش كده ولا لا؟ طيب رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعم ولا مش نعم؟ خلاص. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ايه، فبأي آلاء رب، نعمة. خلاص. وله الجوار المنشآت في البحر، لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، برضه فبأي آلاء ربكما، نعمة ولا مش نعمة؟ طب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى، طب برضه نعمة، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان. وبعدين قول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى انت بعد ما تديني النعم دي وتهيصني وتخلقني وتعملني مش عارف ايه، تقول كل من عليها فان، وبعدين تخليني اقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايوه، لان ما دام انت عملت صالح تستشرف الى الجزاء على العمل الصالح. لازم كده، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ هناك في يرسلوا عليكم شواظ من نار، طب ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكم بقى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكم انت ايه؟ قال لك ايه ده لها معنيين حلوين، ايه المعنى الحلو مثلا هنا؟ قال لك لان لما انت تقول كده للي هيخالف يقوم اللي ما يخالفش يبقى مبسوط. خلاص؟ وافرض ان بلاش اللي ما يخالفش، اللي هيخالف اذا وعظته من قبل ان يقع في المصيبه تبقى احسنت له وانعمت عليه ولا لا؟ يبقى انعمت عليه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما، ان دخلوا في البشاره فهي بشاره الايه؟ التهكم، بشارة ايه؟ التهكم. وان دخلت في انها لما نبشر المؤمن بان نتيجته كويسة ونتيجة المقابل له وحسن تبقى ايه؟ تبقى البشارة. وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ايه؟ أليما. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ويدعو، معنى الدعاء ايه؟ الدعاء طلب ما تعجز عنه من قادر عليه، ده معنى الدعاء. ولذلك حين تجد، احنا بيقسموا الفعل عندنا الى فعل امر ومضارع وماضي، مش كده؟ يقول لك رب اغفر لي، اغفر لي، اغفر دي فعل ايه؟ امر. طب وانا بقى هامر ربنا بقى ولا ايه؟ ولذلك الدقيق بقى الولد الذكي اللي كنا نسأله نقول له اعرب رب اغفر لي، يقوم لما يقول ربي ومنادى ومش عارف ايه واغفر لي دعاء، ما يقولش فعل امر، يقولش فعل ايه، يقوم نعرف انه مذاكر ايه دقيق. ويمكن يكفينا هذا السؤال عشان يبقى يثبت انه عالم. مثلا عايزين نشوف واحد حافظ القرآن ولا مش حافظ، بدل ما اقعد اجيب له كل ايات بقى واقعد اسمع له المصحف، بنعمل ايه؟ شيشنا كده. وان كنت عايز الدقه في اقرب وقت هات له المتشابهات وعنقله فيها. اللي قلنا له مثلا اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكره، فعلى طول ام قال لك اقراها بترتيب المصحف ولا بترتيب المصحف؟ شوف الذكاء. لان فا ان هذه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله اهل التقوى واهله، وفي ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه، وبرضه فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، موجوده ايتين، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، وفمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وبعدين يجيب اخر سوره الايه؟ الدهر، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء. الله، هي كلمه ايه؟ اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذه تذكره بس، وتقف. ان جاوبك كده يبقى يغنيك بقى عن انك تساله في الايه؟
طب قول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات يوم يقول لك ونعيم ولا وعيون ولا ونهر الله يبقى حافظ ولا مش حافظ يبقى معناها أنه عنده إيه فكذلك اغفر لي أهو الدعاء ده بقى إذن الطلب من الغير إن كان طلب من أعلى لأدنى يبقى هو دل الأمر الأعلى أن يبقى كل طلب من الله من خلقه يبقى أمر ولا مش أمر وطلب الأعلى في البشر طلب الأعلى في البشر من الأدنى يبقى أمر ولا مش أمر لكن طلبك من مساويك أعطني هذا اسمها إيه دي سماها إيه بمساءلة ورجاء طب للأدنى يبقى إيه الأمر طب للأعلى بقى أنت أدنى بتطلب من الأعلى ما تقولش بقى لا التماس ولا إيه ولا إيه تقول دعاء ولذلك الدقيق بقى من الطلبة ساعة تقول له إيه رب اغفر لي يقول لك فعل إيه فعل دعاء يبقى الدعاء ما هو طلب عاجز عن شيء من قادر عليه لينفذه أول ما تفهم من الدعاء إنه دل على صنعة العجز والضعف أنا ضعيف عبد ضعيف يبقى الغرور اندك ولا مندكش أول حاجة ما استعلتش وبعدين عرفت إنه ما يقدرش على ذا إلا مين إلا ربنا يبقى إيه اسمه إيه ويدعو الإنسان بالشر قال خذوا بالكم بقى الواحد منكم له في الدعاء مراحل مرة يدعي لكن يدعي بشر وهو عارف إنه شر فبيدعي ربنا ومعنى تدعي عايز ربنا ينفذ لك دعاءك لو ربنا طوع هبلك في الدعاء تنتهي المسألة بقى انت الأمة ما بتقولش لابنها الوحيد إلهي يسقني نارك طب ربنا بقى لو جوه كده ولا يدعي على نفسه الأعمى ولو فاكش ولا شوفاكش طب لو ربنا جاوب تبقى ايه الحكاية يبقى إذن الإنسان مرة يعني أخلاقه الضيق في يدعو على نفسه ويدعي على من يحب لو أن الله طاوعك في غبائك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم مش كده ولا لا يبقى من رحمة ربنا أنه إيه أنه يعمل إيه أنه يفوتها لك إذا لما يبقى يفوت لك دعوة خير أنت بتشوفها أنها خير يبقى أعرف برضو أن لها حكمة إيش ما أنا عرفت الحكمة في إيدي ولا تعرفش الحكمة تقول يا رب اديني مش عارف ما يمكن لو اديه لك تطغى وتبقى مصيبتك سودي فلما ربنا يأجلها لك اشمعنى لو أجل لك دي تزعل ولو أجل لك اللي انت دعيت عليها في نفسك وعلى من تحب ما تزعلش لازم تعامله بمقياس واحد تعامله بمقياس ايه واحد يبقى أقول ايه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لأخذها طيب بالله اللي هم الكفار اللي عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ايه اللهم إنك اللهم بقى ولادي الإيه دلوقتي عرفت اللهم وتنادوه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سجيل بقى ربنا لو جاوبهم كتلا المسألة تبقى إيه ده حتى الكفار هم يبقى لو جاوبهم يقضى إليهم أجرهم أو ما قالوش أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا طب كان المعقول يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك اهدينا له أكن المسألة كراهية لمحمد بس بدليلهم يضيعوا الأخرين ويموتهم في سبيل أنهم ما يأمنوش بمين بمحمد طيب يبقى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضية فإذا دعوت في حالة انفعال غضبي على من تحب أو على نفسك يبقى من مصلحتك أنت أن ربنا ما يجيبش دعائك فما دام عرفت ان له حكمه في عدم اجابه الدعاء ونفعتك فيه دي ابقى اعرف انك لما تدعو له بخير تدعي بشر لما يدعو بخير ويأجله عليك قل الله ما دام له حكمه في الاولانيه ما لازم يبقى له حكمه في الايه ولذلك خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا الواحد يجي يقول لك عايز كذا وعايز كذا وبعدين ربنا يروح عامل فيه ايه مقلب يقول له طب انت دعيت على الشيء الفلاني طب خده وبعدين يتبين انه ايه انه شر يقول شوف يا اخي ويقعد يضرب في الناس اللي كنت مش عارف واللي امتنعت عنه ولا ربنا ما جاوبوش ليها شوف يا اخي جالها منها الخير ازاي شوف جالها مش عارف ايه يبقى اذا لازم الانسان يلزم يبقى حظك في الدعاء لا ان تجاب ولكن حظك في الدعاء ان تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك
يا رب انا عاجز انت بس اللي تقدر بس. وبعدين هو يعمل الايه المصلحة. احنا قلنا زمان هب ان ابنك اللي انت بتحبه ووحيد عندك وقال لك يا رب انا عايز مسدس تقوم تمطله بتجيب له اغلب المسدس ولا لا تجيب له بدلة بكذا وبتجيب له عجلة بكذا وبتجيب له مش عارف ايه اغلب المسدس يبقى انت مش ضنين عليه بالمسدس انما انت قبضت ايدك عن مجيء المسدس لانك تعلم ان ده عيل يمكن ولد يهيجه بكلمة تغضبه لو لم يكن معه مسدس يشتمه زي ما شاتم يضربه انما يفرض معاه المسدس كده وغض اغضبه وراح مطلعه يجيب لنفسه جارية ويجيب لأهله ايه يبقى قبضك اجابة دعائه لخيره ولا مش لخيره سأريكم آياتي فلا ايه فلا تستعجلوا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا هو يدعو على ان ده خير انما هو يبقى ايه شر ويستنجد ربنا يقول له بندعي مش عارف ايه ولا نجاب ولا مش عارف ايه ولا ما هو ربنا موظف عندك ولا ايه عشان تقول له اديني ده اديه لك ده عامل عليك كنترول يقول لك يا خايب دي ما تنفعش ويا خايب دي تضرك ويا خايب دي مش عارف يبقى اله ولا مش اله اله ويدعو الانسان بالشر دعاء الحاح دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وهناك يقول ساريكم اياتي فلا ايه تستعجلوا وجعلنا الليل والنهار ايتين الليل والنهار الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه كنا نعرفه كده اكتر من اننا نعرفه مش كده لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الارض من كذا الى كذا والليل هو شروق الشمس على نصف الارض ده كلمة ليل ونهار اوضح من اللفة اللي انت لفتها لدي إذن قد يكون الشيء أوضح من تعريفه تبقى الليل عارفين بس نعرف له حكمة قال لك الليل معمول ليه أم قال لك تلاحظ إن الليل بنت الظلمة والنهار الضوء الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الليل والنهار والضحى والليل إذا سجى ديا جايب الضحى الاول والليل اذا سكت وبعدين يقول في ايه ثانيه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ومره يجيب اللازم يقول ايه خلق جعل الظلمات والنور الله ايه الحكايه ام قال لك لان الظلمه دي سكن سكن استقرار سكن راحه ليه عشان لما يجي النهار بتاع الحركة يبقى عندي طاقة أن أعمل ولا يعمل إلا المرتاح نبقى نريحه الأول وبعدين إيه فجعل الظلمات إيه من رحمته جعل لكم الليلة والنهار ليه لتسكنوا فيه أي في مين في الليل ولتبتغوا من فضله أي في الإيه النهار الأول يبقى إذن الليل له مهمة والنهار إياك أن تخلط مهمة بمهمة طب يا رب في حاجات لازم نخلط فيها المهمة بالمهمة زي طب افرض إننا هنعمل الليل سكن وننام كلنا طب مين يحرسنا بقى يبقى لازم فيه ناس هيبقى ليلهم نهار ونهارهم ليل إنما دي الإيه القلة راح فتح لنا باب كده علشان يوريها لنا قال ازاي ايه قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل والنهار يبقى عمل فسحة لمين لان مش كل الناس هتستيقظ ده انت لما تشوف كذا الف نفس واحد لهم مستيقظ مش كده ولا ايه قال يبقى اذا الليل له مهمة والنهار له ايه له مهمة فإذا كان لليل مهمة وللنهار مهمة اوعى تحيل وتجعل مهمة الليل بالنهار ومهمة النهار بالايه لأنها ما تبقاش قضية عامة قد تكون قضية خاصة قد تكون يعني اللي بيخبزوا عيش عشان يأكلوا الناس بكرة يستنوا بقى بالنهار علشان ولا يقعدوا طول الليل سهرانين علشان يخبزوا لك
يبقى برضو يبقى لازم هتختلف المسألة ولا لا؟ اهي دي منامكم بالليل والايه والنهار وابتغاؤكم من ايه من فضل. يبقى اذا ما دام الله قد خلق الزمان وقسمه الى ليل والى نهار يبقى لليل مهمة والنهار مهم. ان حاولت انك انت تعكس تحيله في الكون. ليه؟ يقول لك مثلا واحد تجي له مناسبة كده ويسهر له ليلتين ثلاثة على بعض كده ليلتين بيومين من الممكن انه يحصل وياخد مش عارف منبه ويعمل. انما سيق انه هو بعد ما ينتهي من المهمة دي ينام ثلاثة ايام لازم كده. يلا ليه؟ لان اللي خلقني عمل لي ردعين اثنين، ردع اختياري وردع غير اختياري. الانسان لما بيتحرك طاقاته كلها بتشتغل وطاقاته كلها بتشتغل تبقى عايزه دم والدم عايز تنه ايه يجري. ان زادت الحركه عن المطلوب عن الحركه تنهج. ما المعنى تنهج يعني ايه؟ ليه تنهج؟ الحركه اللي انت قايم بيه اكتر من الدم المتوارد الى رئتك، فبتعمل عشان تدخل هواء اكتر عشان يعمل لك دم اكتر شويه. ادي السبب في انك لما تطلع حاجه كده تنهج. تنهج ليه؟ لان الصعود مناقض لجاذبيه الارض لك، فعايز قوه. قوه تبقى عايزه دم اكتر، دم اكتر عايز نفس، نفس التنفس العادي ما يجيبوش، تقوم تعمل ايه؟ تنهج، يعني تجيب نفس ايه؟ اكتر. على الاول ما دامت المساله كده تقوم انت لما تقعد تشتغل تحس انك انت تعبت، يبقى ده ردع ايه؟ ذاتي. تقوم تقول اروح ارتاح بقى. طب افرض انك انت اتلمضت بقى، يقوم يجي لك ردع قسري وهو النوم، تلتفك تبقى قاعد وروح نايم. كان الردع القسري ده ربنا عامله ليه؟ عشان تقعد اما تغالط بقى في نفسك. يعني معنى الردع القسري بيقول لك يا راجل قالتك ما عادتش صالح للعمل، اتلهي ونام. ما نمتش بخطرك يبقى لا لازم تنام غصب عنك. يبقى دي من لطف الله ولا لا؟ من لطف الله. يبقى ردع ذاتي في الاختيار. ساعه تقول انا تعبت بقى عايز اروح ارتاح امدد شوي، ردع اختيار. ان اوحت يجي لك ردع مين؟ يبقى اذا ربنا ما بيسلمنيش لاختياري بل بيرحمني من حمقي، ويروح عامل ايه؟ يلقي عليكم الايه؟ النعاس. معنى يلقي النعاس خلاص افقدت الوعي وافقدت الحاجه، تبقى تلتهي غصب عني. كويس كده. يبقى اذا الليل له ايه؟ مهمة، والنهار له ايه؟ له مهمة. وجعلنا الليل والنهار آيتين. احنا قلنا زمان آية معناها شيء عجيب لو تأمل فيه الانسان لوجد فيه عظمة هندسة الكون. وقلنا ان الآية دي مرة تطلق على الآيات الكونية اللي موجودة في الكون، ومرة تطلق على آيات المعجزة الذي تأتي لتصديق الرسول فيما أخبر به عن الله، أدي واحدة. ومرة تيجي آية لتحمل أحكام الله. يبقى كم آية؟ ثلاثة. آية كونية في الكون كل واحد يلتفت لها حتى الكافر اللي ربنا بقوله ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الإيه؟ الشمس ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام. دي آيات تلفت إلى إيه؟ إلى موجد. آيات عجيبة منظمة، الشمس تجري لمستقر الله، وبعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدركها ولا الليل سابق شغلانة. يبقى دي آيات عجيبة تلفت مين؟ تلفت إلى عظمة المكون لهذا الكون. دي اسمها آيات إيه؟ كونية. وبعدين أراد أن يبعث رسولا ليحمل رسالة الخالق إلى الخلق. إيه اللي يبين لنا أنه صادق؟ بأمارة إيه أنت رسول؟ والله بأمارة أنكم شطار في صنعة كذا، وانا هعمل حكايه واتحداكم بقى اللي يقدر يعملها، واجتمعوا كلكم حتى الانس والجن. يوم لما يعملها كده وهم شاطرين فيه تقوم عليهم الحجه بانني مش عملتها، ده اللي بعتني هو اللي عاملها. تبقى دي اسمها ايات الايه؟ وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، مش كده؟ طيب على الايات الثانيه ايه؟ الآيات القرآنية اللي فيها الايه؟ الأحكام. يبقى إذا الآيات كلها هذه عجائب وهذه عجائب وهذه عجائب. خلاص كده. هذه عجائب الأولى لأنها هندسة في الكون وخلق الكون بهذا النظام الجميل.
والآيات الإعجاز، لأنه جاب حاجة من جنس ما نبغوا فيه ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل، وآية القرآن لأنها أقوى نظام للإيه؟ للحياة. كويس كده. آية الكون بتفسر آيات القرآن، آية الكون تفسر آيات الإيه؟ القرآن. يوم لما ربنا يتكلم عن الآيات التي تلفت إلى الوجود الأعلى، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محونا آية الإيه؟ الليل وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. بعد ما كان الضوء راحت الشمس غيبة، يقول لي إيه؟ يجي فمحوناها. هو كان إيه عشان يمحيه؟ فمحوناها، جعلناها هكذا زي ما قلنا لكم سابقا، سبحان من بيض اللبن وسود مين؟ يعني خلقه هكذا. يبقى خلق الليل مظلما وخلق النهار إيه؟ مضيئا. ما هي مبصرا دي يعني مضيئة، بس بقى إعجاز ثاني، بقى حتة تانية في الإعجاز. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة بتنتهي إلى مضيئة، ومعنى مضيئة يعني نرى بها الأشياء، لأن لما كل الأشياء في ظلمها ما نشوفهاش، انما لما تبقى في نور نقدر ايه نشوفها. طب وكان يقول وجعلنا آية النهار مبصرا فيها، مش الآية مبصرة. ولذلك هناك سورة في بعض في آيات القرآن هناك ايه سيدة بنت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، مش كده؟ في 9 آيات إلى فرعون، خلاص إنهم كانوا قوما إيه فاسقين، مش كده؟ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. هي الآيات هي المبصرة ولا آيات مبصرة أنت شفتوه؟ عن نسب البصر لمين؟ للآية، للنهار وللآية مبصرة. أهي دي مسألة دوخت العلماء الباحثين في فلسفة الكون ده. كان قبل ما يوجد عالم الضوء الإسلامي ابن الهيثم يظنون أنك ترى الشيء إذا انتقل شعاع من عينك إلى المرء، يعني الرؤية تيجي إزاي؟ ينتقل شعاع من عندي عيني دي يروح لمين؟ للمرء. لحد ما جه العالم الإسلامي اللي نور بصيرته قال لهم هذا خطأ، لو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئي لأمكن أن ترى ما هو في الظلمة وأنت في الضوء، لكن أنت ما تعرفش تشوف اللي في الظلمة أبدا. لو الشعاع من عينك كان يروح، إنما ده الشعاع بيأتي من المرئي إلى عينك، بدليل إن الشيء لما يكون في نور وانت في ظلمة تشوفه، ولكن العكس ما تشوفوش. الله، يبقى إذن الشعاع ما بينتقلش من العين، الشعاع بيجي من إيه؟ من المرئي. الله، إذن المرئي اللي في الضوء ده هو اللي بيبصرك، مش انت اللي بتبصره. بيبصرك مش انت اللي بت ايه؟ فلما جاءتهم اياتنا ايه؟ مبصرة. اي ولذلك انت تقول الشيء ده يا اخي يلفت النظر، الشيء ده يعمل ايه؟ معنى يلفت النظر يعني ايه؟ يعني انتقل من شعاع لعينك خلاك تلتفت كده، مش من عينك له، لا. يبقى التعبير القراني تعبير ايه بقى؟ تعبير على مستوى بقى ايه عالي، علشان لما يجيبوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، مش مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم. الله، طب لتبتغوا فضلا من ربكم دي مناسبة للنهار، طب وحكاية الليل اللي حنسكن فيه اللي قال في آية تانية لتسكنوا فيه ولتبتغوا
تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، انما هنا جايب ايه؟ وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم. الله، طب تغاي الفضل ده عشان يبقى بالنهار ونروح نسعى ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. أم قال لك لانك انت ما تبقاش عندك حركة نشاطية عشان تبتغي فضل الله الا اذا كنت مرتاح، ومرتاح يبقى لازم الليل انت خدته كده ايه نايم كويس ومرتاح وقمت ايه وحل العمل. والى لقاء اخر ان شاء الله.